السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم، والتي نبدأها بالعناوين. الانتربول يسمح للنظام الأسد بالولوج إلى شبكته الخاصة، ومخاوف من تعرض المعارضين للنظام لخطر التوقيف. وواشنطن تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات على نظام الأسد لاستخدامه الأسلحة الكيماوية ضد السوريين. لمواجهة تفشي كورونا، الحكومة السورية المؤقتة تفرض حظر تجوال في المناطق المحررة. أهلا بكم مجددا. قال موقع العربي الجديد إن الانتربول الدولي سمح لنظام الأسد بالولوج إلى بيانات شبكته، فيما تحدثت صحيفة الوطن الموالية عن زيارة مرتقبة لوفد من الانتربول إلى دمشق، وهو ما اعتبره النظام والإعلام الداعم له بأنه اعتراف دولي بالأسد. بالمقابل يقلل الحقوقي السوري أنور البني من أهمية الخبر وتأثيره على السوريين خارج البلاد. المزيد في التقرير التالي. في مرحلة إعادة تدوير نظام الأسد، يعكف إعلام النظام والإعلام الروسي على التهليل لأي خطوة عربية أو دولية تجاه النظام والترويج لقوة النظام على حساب معارضيه. فبعد التطبيع الأردني مع نظام الأسد، ذكرت صحيفة العربي الجديد أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول منحت النظام الإذن للوصول لشبكة بياناتها، معلومة أكدتها صحيفة الوطن الموالية، وزادت عليها بتصريحات لمدير إدارة الأمن الجنائي حسين جمعة تتحدث عن زيارة مرتقبة لوفد من الأمانة العامة للانتربول إلى دمشق، زيارة هدفها استئناف عمل مكتب النظام والتنسيق حول الجمارك والمعابر الحدودية وقاعدة بصمات المطلوبين. أما وكالة سبوتنيك الروسية فذهبت إلى أبعد من ذلك، ورأت في الزيارة بداية للتعاون الدولي مع الأسد والاعتراف بشرعيته حسب ما نقلته عن مراقبين. ورغم أن المحامي المقيم في واشنطن يوري نيمتس حذر من ملاحقة النظام لمعارضيه عبر الانتربول وتأثير ذلك على ملايين اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين، بالقول إن التعاون بين النظام والانتربول سيكون في مستويات خطرة، إلا أن المحامي والحقوقي السوري أنور البني قلل من أهمية ودور الانتربول في ملاحقة معارضي الأنظمة، منتقدا التضخيم الإعلامي الذي يحيط بزيارة وفد الانتربول إلى دمشق. الانتربول ما أنا قوة تنفيذية، يعني ما بيقدر يوقف أي مواطن بأي دولة. صاحب الحق الوحيد بالتوقيف هو الشرطة الخاصة بهذه الدولة، وهالدولة كل الدول خاصة الأوروبية وبيعرفوا النظام السوري وله موقف منه، وبالتالي موقف الانتربول لا بيقدم ولا بيأخر من موضوع تأهيل أو عدم تأهيل هالنظام المجرم بالمجتمع الدولي. نظام الأسد الذي يحاول الاستفادة من المتغيرات الإقليمية والدولية لكسر عزلته، يحاول جاهدا أيضا أن يمحو ذاكرة المجتمع الدولي من خلال التطبيع معه مجددا، بل وتصل دعاياته في بعض الأحيان إلى الاستمرار في ملاحقة السوريين وممارسة الانتهاكات بحقهم بدعم أممي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد محمد كاظم هنداوي، مدير المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان من ميونخ. أهلا بك. بداية، كيف تقرأ قرار الانتربول تجاه نظام الأسد؟ مساء الخير لحضرتك والأستاذ المشاهدين. طبعا كنا نحن ننتظر الانتربول، يعني أنه ملاحقة نظام الأسد وتعميم الأجهزة، قادة الأجهزة الأمنية على جميع المرافق والمعابر الدولية، لكن احنا مثل ما تعودنا يعني بعد أكثر من مليون شهيد احنا أكيد ما عاد في عنا ثقة بأي حديث. لكن أنا برد أكد لك الأستاذ المشاهدين أنه النظام السوري عاجز تماماً أنه هو ملاحقة معارضي، لأنه هو مكشوف يعني بصراحة. لكن إحنا يلي متخوفين منه أكثر أنه النظام السوري يصير يستطيع الدخول
الى يعني الانتربول ومتابعه والاطلاع على تحركات اللاجئين او تحركات المعارضين بجميع انحاء الدول العالم. يعني وهذا الشيء بيستطيع النظام هو بغض النظر اذا استطاع ملاحقته او ما ملاحقته، لكن يستطيع تتبعهم، يعني تتبع انه منين طلعوا منين فاتوا منين رجعوا. اكثر الناس اللي راح تتأزم من هذا الموضوع يعني انه الناس اللي هي بالاساس باوروبا اما تنزل على لبنان وتدخل بلبنان على من لبنان على جواز السفر السوري النظام السوري ما بيعرف منين هن اجوا. هلا حاليا صار يعرف انه الناس اللي معاها مثلا مصاري واللي معاها وين لاجئه وين قاعده وين اماكنها منين طلعت منين. طيب سيد محمد، كيف فيما يتعلق بالانتربول الدولي كيف تقيم صلاحياته بملف اللاجئين ومدى تأثير تعاونه مع النظام على السوريين في الخارج؟ انتربول الدولي هو منظمة شرطية، يعني هي بس فقط جنائية من أجل تتبع المجرمين يعني العابرين عبر الحدود. لكن هلأ حاليا يعني نحن وقت عم نشوف هاي المنظمة الشرطية عم تزود النظام كمان بوثائق تتبع حتى جميع السوريين بإمكان النظام يتتبعهم خارج سوريا. يعني هي عم تقدم له يعني شيء على طبق من ذهب انه النظام يستطيع مراقبة جميع السوريين خارج سوريا من خلال المعابر، يعني انه هذا الرجل عبر اليوم من هون وتتبعهم جميع هذا النظام فينه بكل بساطة يدخل على السيستم ويشوفه هو من اي من طلع من اي مطار نزل من اي مطار عبر منين وصل. هذا كان النظام محروم من هذا الشيء، لذلك هو يفوت الشخص على سوريا ما يعرف النظام منين جاي هو بالاساس، يعني ولا يستطيع اذا كان هو بدل جوازاته او من الناس اللي معها كانت لجوء او معها جواز سفر ثاني ممكن يعني تدخل عليه لسوريا وخلص. يعني سيد محمد، هل تعتقد ان النظام الاسد يستطيع لعب دور اكبر على المستوى الامني خارج البلاد وخاصه في بلدان اللجوء؟ نعم نعم شيء اكيد، خصوصا انه اللاجئ هو يجب على الدوله اللي هي استضافته انه حمايته وحمايه البيانات تبعته. يعني كيف اني بالاساس بدهم يفعلوا دخول النظام على الانتربول يعني ومراقبته وتتبع جميع الاشخاص اللي هي عبورهم على جميع المرافق انحاء العالم، وبنفس الوقت هذا النظام يعني تم تجريمه باكثر من موقف واكثر من قرار بالامم المتحده اللي قالت اعترفت انه هذا النظام مجرم واستخدم الكيماوي اكثر مره ضد شعبه. لذلك هن شو هن اللي بدهم اياه منه للنظام حتى يحصلوا وشو هو راح يفيد النظام بدخوله الى شبكه الانتربول. يعني لذلك انا بعد ان الموضوع هو سياسه ضغط روسي انا بالمرتبه الاولى، مثل ما عم نشوف نحن هرولت يعني هرولت هلا حاليا بعض الانظمه العربيه اللي هي عم تحاول دخول مع النظام وتطبيع نعم. معه مقول وجديد. يعني غريب بصراحه غريب اللي عم يحصل، يعني غريب انه نعم. منظمات دوليه هي بالاساس قائمه على العداله انه تطبع مع هذا النظام ومسموح له انه يدخل يعني على السيستم. هذا هو الخطير بالموضوع، وليس الخطير انه هو يستطيع انه توقيف المعارضين خارج انحاء العالم. نعم، شكرا لك السيد محمد كاظم هنداوي مدير المنظمه العربيه الاوروبيه لحقوق الانسان، كنت معنا من ميونخ. دعت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة بحق نظام الأسد لاستخدامه الأسلحة الكيماوية ضد السوريين بموجب القرار 2218، وطالب نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز خلال جلسة في مجلس الأمن لمناقشة ملف الكيماوي في سوريا، طالب بفرض عقوبات على نظام الأسد بموجب القرار الأممي الصادر عام 2013 عقب قصف النظام للغوطة الشرقية بالسلاح الكيماوي، وينص القرار على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيماوي وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وفي السياق ذاته، طالبت بريطانيا نظام الأسد بالسماح لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بدخول سوريا دون إعاقة أو تأخير. وشددت سفيرة بريطانيا خلال اجتماع في لاهاي للمجلس التنفيذي للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، شددت على ضرورة كشف مصير أسطوانتين من غاز الكلور اعتبرتا دليلا على شن هجوم كيماوي على دوما عام 2018. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن ما وصفه بالتهديد الإرهابي في إدلب ما يزال مستمرا، وأن الوحدات الإرهابية فيها تهاجم القوات الروسية وقوات النظام،
وأكد لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في موسكو على ضرورة إنجاز الاتفاقات بين الرئيسين الروسي والتركي، واعتبر أن بلاده تستخدم القوة هناك بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي التي تقتضي مكافحة الإرهاب بحزم في سوريا على حد قوله. بدوره قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه بحث مع نظيره الروسي عن مخرج للأزمة السورية وفق القرارات الشرعية الدولية. قال معاون وزير خارجية نظام الأسد أيمن سوسان إن النظام منفتح على الجميع من أجل إقامة علاقات صحيحة، وأضاف خلال حديث مع قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني أن هناك اتصالات معلنة وأخرى غير معلنة بهدف تطوير العلاقات مع الدول الأخرى على حد تعبيره. طالبت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن بإلغاء الرسوم على شاحنات نقل البضائع بين سوريا والأردن في معبر جابر نصيب الحدودي. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن رئيس النقابة ضيف الله أبو عاقولة قوله أن الرسوم على شاحنات البضائع المحملة إضافة إلى 200 دينار بعد إلغاء العمل بنظام باك تو باك تسبب في توقف عدد من الشاحنات المحملة المتجهة إلى سوريا، مشيرا إلى تأخر بعض الشاحنات بسبب الإجراءات الروتينية وانتظارها أياما لأخذ تصاريح من وزارة النقل في عمان لعبور معبر جابر نصيب الحدودي. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بمشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية تنظيم مسابقة للعزف على آلة البزق في عفرين شمالية حلب. أهلا بكم مجددا في نشرة أخبار المساء تأتيكم من قناة حلب اليوم. أعلنت الحكومة السورية المؤقتة عن فرض حظر لمدة 15 يوما في الشمال السوري، وذلك بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة وتوقف مخابر تحليل كورونا عن العمل بسبب نفاد المواد المخبرية. كورونا بات عدوا حقيقيا لأهالي الشمال السوري بعد تفشي متحوراته وسط متاعب عدة تحول دون السيطرة عليه. متحور دلتا تسلل إلى المنطقة قبل أكثر من شهر، ومع وصوله بدأت تتصاعد أعداد الإصابات والوفيات في ظل عدم الالتزام بأي إجراءات لتقليل العدوى، ووصلت الأعداد إلى مستوى فوق استيعاب المشافي. ما يحدث دفع الحكومة السورية المؤقتة للتدخل وفرض حظر للتجوال لمدة 15 يوما قابلة للتمديد بحسب تطورات الوباء من الساعة 7 مساء حتى 5 صباحا. يشمل الحظر كافة المؤسسات الحكومية والعامة مع إغلاق الأسواق العامة وأماكن التجمعات وتحويل التعليم إلى الدوام عن بعد. القرار استثنى المحال التجارية والقطاع الصحي والأفران والصيدليات والبقاليات مع فرض ارتداء الكمامة وفرض عقوبات تصل إلى الغرامة المالية والسجن للمخالفين. الأرقام الجديدة لضحايا الفيروس في الشمال السوري توضح مدى خطورة الأمر. مديرية صحة إدلب سجلت وفاة 43 حالة ليرتفع العدد إلى 1311 حالة مقابل إجمالي إصابات بلغ 76,000
وما يزيد الأمر سوءا هو ما أعلنت عنه مخابر الإيوورن الخاصة بإجراء تحاليل فيروس كورونا في الشمال السوري عن توقفها لمدة نحو أسبوع عن العمل بسبب نفاذ المواد المخبرية اللازمة للتحليل. القطاع الصحي في الشمال السوري بات مهددا بالانهيار بشكل كبير ما لم تسانده المنظمات الأممية عبر تقديم الدعم اللازم، والأهالي من خلال التزامهم بالحجر والتعليمات للحد من انتشار الفيروس. ينضم إلينا مالك أبو عبيدة مراسل حلب اليوم من مدينة الباب. أهلا بك مالك، مضى قرابة الساعتين على دخول قرار حظر التجول حيز التنفيذ، ما مدى التزام الأهالي بالتعليمات؟ نعم أمير، في الحقيقة ما قبل يعني قرار حظر التجول كما بعد قرار حظر التجول لا يوجد أي التزام ولا يوجد أي آلية أصلا لدى الحكومة المؤقتة أو ذراع تنفيذ لتطبيق هذا القرار أو لنقل فرض حظر التجول أو إجراءات الإغلاق أو فرض الغرامات المالية أو العقوبات على من لا يرتدي الكمامة أو فرض حتى إغلاق البسطات أو أماكن التجمعات كصلاة الأفراح وأماكن العزاء. للأسف المنطقة هنا تعيش ربما في عالم آخر بعيدا عن يعني خطة تفشي جائحة كورونا. الأهالي هنا يعيشون حياتهم الطبيعية، يعني ربما من النادر أن تجد شخصا يرتدي الكمامة في الشارع أو في مكان عام، من النادر أن تجد شخصا يحضر سجادة الصلاة معه إلى المسجد أو شخصا مثلا يتجنب المصافحة ويمسك أو يحمل معه معقما للأيدي. يعني إجراءات التباعد وإجراءات الوقاية من كورونا شبه غائبة أو يعني غائبة بشكل شبه مطلق عن حياة المدنيين هنا، ولا نرى يعني أو نرى الكورونا ونرى آثار هذا الوباء أو هذه الجائحة إلا في مراكز العزل وفي المشافي وفي دور العزاء التي تقام للوفيات جراء هذا الوباء. نعم مالك، كيف ترى انطباعات الأهالي تجاه قرارات الحكومة المؤقتة في الشأن الصحي؟ نعم، في الحقيقة ما لمسته اليوم من انطباع للأهالي وردة الفعل هو كان ردة فعل هزلية وردة فعل ساخرة من هذا القرار الذي يعني يقول أن الحكومة المؤقتة لا تملك أي سيطرة على الأرض هنا، ليس لها أي قدرة لفرض هذا القرار، وحتى القرار يعني كانت صياغته أو القرار فيه بعض المشاكل بحسب ما قال الناشطون أن فرض الحظر من الساعة 7 مساء حتى 5 صباحا، وفي هذا الوقت لا يكون هناك أي مؤسسات رسمية أو مدارس أو حتى معظم المحال التجارية تغلق أبوابها، فيما باقي اليوم يمكن للأهالي أن يعيش حياتهم الطبيعية في المؤسسات وفي أماكن التجمعات وغيرها من الأماكن. فهناك تشكيك صراحة بفعالية هذا القرار وفي قدرة المؤسسات هنا على تطبيقه على الأهالي. نعم شكرا لك مالك أبو عبيدة مراسل حلب اليوم، كنت معنا من مدينة الباب. عقدت رابطة المستقلين الكرد السوريين مؤتمرا شعبيا بحضور شخصيات ثورية ومدنية، وذلك في مدينة رأس العين بريف الحسكة، وبهدف مناقشة العديد من المواضيع منها الجانب الزراعي والاقتصادي في المدينة. مع اقتراب موعد ذكرى انطلاق عملية نبع السلام في الشمال السوري، وبدعوة من رابطة المستقلين الكرد السوريين والهيئة السياسية لمحافظة الحسكة، أقيم في مدينة رأس العين مؤتمر رابطة المستقلين الكرد السوريين الذي أكد على أهمية التعايش بين مكونات المنطقة. نحن رابطة المستقلين، طبعا ليست الزيارة الأولى إلى رأس العين، هذه زيارة رابعة كرابطة المستقلين، لكن الآن سنحت الظروف أن نبدأ بعملنا السياسي، أن نبدأ عملنا السياسي. نحن السوريين، نحن نبحث عن الإنسان السوري، نبحث عن كيفية تأمين مستقبل الشاب السوري أو الطفل السوري. هذه سورة العين هي بقعة من سوريا، بقعة جغرافية من سوريا، ونحن نريد أن تكون رأس العين فعلا نموذج التعايش المشترك سوريا المصغرة، بأن نريد أن يعود الكردي والعربي والتركماني والآشوري والسرياني والشيشاني، كل الذين نزحوا بسبب الحرب أن يعودوا إلى منطقتهم إلى ديارهم، وهذا ما نعمل عليه كمنظمة سياسية نحن بعد عودة الاستقرار والأمان إلى رأس العين. تناول المؤتمر العديد من المواضيع
منها الجانب الزراعي والاقتصادي والبنية التحتية من كهرباء وماء. الحاضرون في المؤتمر عبروا عن مطالبهم ورغبتهم في عودة جميع المكونات إلى المنطقة وحاجتهم لفتح معابر إنسانية لتسهيل عودة الأهالي إلى بيوتهم. والحقيقة احنا انتهزنا هذه الفرصة وحولناها الى لقاء شعبي مع اهالي وسكان مدينة رأس العين للاطلاع عن قرب على همومهم ومشاكلهم، واستمعنا الى كثير من الهموم والاحتياجات والمشاكل، وبحول الله ستنقل هذه الهموم ونطالب الحكومة المؤقتة والائتلاف والاخوة الاتراك بحل كثير من هذه المشاكل. دار الحديث بين المشاركين أيضا عن أهمية الثروة الحيوانية واحتياجاتها، بالإضافة للجانب الصحي الذي يشهد تطورا في مدينة رأس العين وما حولها. قتل وجرح عدة عناصر من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني جراء استهداف عربة عسكرية تابعة للميليشيا شرق مدينة الرقة من قبل مسلحين مجهولين. وقال موقع الحل نت إن مسلحين نفذوا كمينا مسلحا على طريق معدان العتيق بدورية تابعة لميليشيا الحرس الثوري الإيراني، ما أدى لمقتل 3 عناصر وجرح آخرين. وأضاف الموقع أن الكمين تخلله اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في حين تمكن المهاجمون من الفرار قبيل وصول تعزيزات عسكرية للميليشيا. وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية قرابة 70 مليون رغيف خبز على السكان في مناطق الشمال السوري خلال الأشهر 9 الأولى من العام الجاري وفقا لوكالة الأناضول التركية. وقال زكي طاهر أوغلو أحد منسقي الهيئة إن إنتاج الخبز يتم عبر مخابز الهيئة مدة 6 أيام في الأسبوع، وأنه جرى توزيع الخبز في عفرين وإعزاز والباب وجرابلس وتل أبيض ورأس العين وإدلب. وفي مدينة عفرين شمالية حلب شارك عدد من هواة الفن في مسابقة العزف على آلة البزق الموسيقية ليعزفوا خلالها مقطوعات مختلفة بينها معزوفة عن السلام. المزيد في التقرير التالي. تتحضر جين وتضبط أوتار البزق الخاص بها. الطفلة البالغة من العمر 10 سنوات ستشارك اليوم بمسابقة للعزف على البزق بمقطوعة عن السلام كما تقول، تقدمها أمام حشد من الحضور في مدينة عفرين شمال حلب، فقد أمضت 1.5 عاما من التدريب لإتقانها. البزق لغة السلام، الموسيقى لغة السلام بشكل عام. تعلمت البزق بمعهد آواز للموسيقى، واليوم شاركت بهذا هي المسابقة بس مشان إنه أخذ فكرة عن إنه العالم، وصار لي 1.5 سنة بتعلم، وبدي إنه بحلم لما أكبر أصير مدربة عزف. العازفون بدأوا بتقديم مقطوعاتهم، مدربين مختصين يشرفون على الاستماع لهم لتقييم الأداء. فريق سما التطوعي الذي نظم المسابقة ودعا إليها مختلف الفئات العمرية للمشاركة. أجواء حماسية وتفاعل من الجمهور سادت الأجواء. إحياء آلة البزق والدمج المجتمعي هدف القائمين على المسابقة كما يقول منظميها. أقمنا اليوم نشاط مسابقة العزف بالتعاون مع فريق سما التطوعي وبدعم من وحدة دعم الاستقرار. حاولنا تكون المسابقة لآلة البزق بكون آلة البزق لها خصوصية ورمزية تاريخية عند المكون السوري الكردي. طبعا مشروعنا بشكل عام بيهدف إلى إعادة دمج المجتمعي والتماسك المجتمعي من أجل الوصول إلى بناء سلام حقيقي في منطقة عفرين. عدة معاهد مختصة في العزف على آلة البزق موجودة في عفرين تقوم بصقل مهارات المتدربين والمتدربات بهدف المحافظة على استمرارية البزق ونقله للأجيال القادمة على اعتباره موروث من موروثات الشعب الكردي في المنطقة.
مقطوعات موسيقية تراثية عزفها المتسابقون على آلة البزق، الآلة التي ارتبط اسمها بتراث مدينة عفرين، ولا يكاد يخلو بيت من صوت أنغامها. ماجد العمر، حلب اليوم، عفرين. بهذه الألحان نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه النشرة التي قدمناها لكم من قناة حلب اليوم. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. إلى اللقاء.